بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. أبنائنا طلبة وطالبات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، فيه الوزارة عملت امتحان مسابقة أوائل الطلبة. في بعض طلبة بعتوا لي أسئلة وقالوا عاوزين نعرف حل من الطلبة اللي حضروا يعني من امتحان أوائل الطلبة، وقالوا لي عاوزين نعرف الإجابات النموذجية لهذه الأسئلة. هم طبعا قالوا لهم الإجابات النموذجية بس عاوزين يعني نشرحها بالتفصيل. فهم الامتحان كان امتحان صغير يعني جزئين. الجزء الأول MCQ حوالي 10 أسئلة اختيار متعدد، والقسم الثاني أسئلة مقالية، مسائل وأسئلة مقالية. فهنحل الأول الجزء الأولاني الأسئلة اللي هي MCQ اختيار متعدد ونقول الإجابة ونشرحها يعني، وبعدين الطالب اللي عاوز يعرف يحل يعني أو عاوز يتدرب عليه أنا هقول السؤال ومش هقول الإجابة، وبعد شوية تحط السؤال أنت وبعدين تجاوب وشوف الإجابة بتاعتك صح ولا لا. تعال نشوف الأسئلة دي اللي الوزارة عملتها. وطبعا في الامتحان اللي فاز كان محافظة كفر الشيخ، ده اللي أنا قريته من اللي كاتبينه إن المحافظة اللي فازت هي كفر الشيخ لأوائل الطلبة. تعالوا نشوف هذه النوعية من الأسئلة لأنها طبعا أسئلة قوية ومهمة، والوزارة طبعا زي ما احنا بنقول من زمان عملوا احنا بنرفع مستوى الأسئلة تقيس مستوى الفهم والذكاء للطالب والاستنباط من مخرجات التعلم. تعالوا نشوف الأسئلة كلها ولا تخرج من المنهج. السؤال الأول في الشكل أربع أسلاك متماثلة، متماثلة يعني نفس الطول ونفس الكتلة وكله متماثلة تماما، معلقة من سقف أهو السقف، ويمر بها نفس التيار أي أهو التلات أسلاك دهم الأربع أسلاك دهم كل واحد ماشي فيه تيار أي ومتماثلين في الوزن وكله في نفس مستوى الرأس لسلك أسفل كل منهم سلك ثابت موازي له يمر به تيار زي ما هو موضح في الشكل. تعالوا نشوف كما بالشكل، كلمة الشكل يعني التزم بالشكل. أولا الأسلاك كلها معلقة يعني السلك ده وزنه بيتشد اهو، السلك ده لو خبينا كده السلك ده الشد تي 1 وده تي 2 وده تي 3 وده 4، طب ما هم كلهم شد واحد. لما حط سلك تحته فيه تيار هيختلف الشد، الشد يعني قوة الشد، فإن ترتيب قوة الشد في الخيط المعلق تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 اختار إجابة مين اللي الشد أكبر ومين اللي الشد أقل بالترتيب رتبهم يعني. زي ما انت عارفين الوزارة دايما تجيب حاجات فيها الترتيب القوة قوة الشد. أنا بسيبه كده فكر كده وبعدين اسمع الفيديو للحل. الإجابة هي جيم. التفسير ليه؟ أولا السلك اللي تحت ده بيأثر على ده، التيارين في اتجاه واحد، طالما التيارين في اتجاه واحد يحصل ايه بينهم يا ترى؟ تجاذب ولا تنافر؟ يبقى السلك ده هيجذب ده، تجاذب، لان التيارين في اتجاه واحد كثافه الفيض هنا قليله بره كبيره يبقى بيشدوا يعني. تفسير طبعا يبقى ده هو بيتشد قوي، القوه الشد حسب القوه المتبادله، القوه المتبادله اف هنكتبها اهو بتساوي ايه؟ ميو اي 1 هو ده اي وده اي، اي 1 في اي 2 اللي هي اي تربيع، ال الطول واحد على ايه؟ ميو اي 1 اي 2 على 2 باي دي. هنا المسافه دي والاثنين ده فيه شد، هنا قوه الشد كبيره ده هو هيشدوا لتحت لانهم الاثنين في اتجاه واحد، التيارين في اتجاه واحد بس الشد كبير لانه قريب منه. يبقى ده هو الشد كبير. تعال نشوف دول ضد بعض، التيارين ضد بعض، لا ده مع بعض يشدوا. بس ده هو هيشد السلك الثابت ده بقوه، القوه هتبقى ايه؟ المسافه 2 دي يعني هتبقى ميو اي 1 اللي هو اي الثاني يعني اي تربيع فيه 1.5 لان التيار ده 1.5 برضو على 2 باي في 2 يعني ده كان كده ده زيه اهو
بس ايه والال اهي برضو، بس 1.5 على 2، يعني قوة الشد هنا 1.5 على 2، لكن ديت كانت 1، يعني ديت كأنها المقام أكتر، يبقى هنا الشد أقل، يبقى شده أقل، يبقى الشد ده تي 1 أكبر من تي 3 على طول. اللي بعده دول تنافر يزقه، وده تنافر يزقه. مين اللي لما يزقه كده يبقى الوزن يخف؟ ده هو هيزقه أقل من ده، يدفعه كده تنافر لفوق، يبقى الشد هنا هيبقى هيكون أقل لأن فيه دفع أقل من ده طبعا. وده هو بيكون بقى إيه، بيزقه قوي، يبقى الدفع عليك إنك عليه بواحد بيزقه لفوق أعلى، يبقى لو هنرتبهم تي 1 أكبر لأن هو لازم بيشد، ثم تي 1 هو أكبر قوة إيه، أكبر قوة شد، ثم تي 3 لأن بيتشد برضه أهو تي 3، ثم تي 4، وآخر واحد إيه لأن بزقه لفوق قوي. يبقى الإجابة أهي، تاخدها بالفهم والعقل كده ببساطة كده يعني. آدي مسألة. السؤال الثاني، جلفانومتر مقاومته 20 أوم، ده هو 20 أوم، يتصل مؤشر يصل مؤشره لنهاية التدريج بمرور تيار 5 مللي، جلفانومتر وصل معه 3 مقاومات كما بالشكل R1 R2 R3، بس كل واحدة على الحدة، لقياس شدة التيار كما هو موضح، فإن نسبة R3 ده هي R3 دي إلى R1 كام؟ اختار إجابة. بس أنا بنشوفك كده تعمل إيه، شوف الأول، ولو مش واضح هجيب لك أصل المسألة، أصلا كانت موجودة في سروي أهو، وآدي المسألة أهي، كان التيار هنا كذا وهنا كذا وهنا كذا، وممكن تاني يعملها كأنها إيه؟ فولتميتر، نفس المسألة من سروي. وهذه المسألة أتكلم أخليها قدامهم كده، وهذه المسألة موجودة في كتاب الوسام مسائل من سنة كذا و90، 94 95، يعني بقى لها حوالي 30 سنة في الوسام. مرة عملتها كأنه أميتر، ده أميتر لما نوصل المقاومة بالمجزئ كأنه أميتر يقرأ 10 أمبير، شلت المجزئ وحطيت المقاومتين الاثنين دول يقرأ 1 أمبير، ما كل المجزئ ما كان الصغر كل ما كان الايه التيار مدى التيار أكبر، لو خدتهم الثلاثة عملتهم كلهم كأنه مجزئ واحد يبقى 1 من 10 أمبير. بس عاوزين نحل هذه المسألة، نحل الحل، الجواب R3 على R1 هتطلع الجواب 95، عشان الطلبة اللي حلوها يعني 95. احنا عاوزين نعرف ليه، اولا ده مقاومته 20 والتيار 5 ملي، التيار اللي ماشي في الجنوب 5 ملي، انا لو وصلت الطرفين دول الموجب ده وده هو هيبقى السالب 10 امبير، يبقى ده مجزئ، قانون المجزئ RS بيساوي اي جي ار جي على اي ناقص اي جي، اي جي 5 ملي اهي، ار جي 20، اي هيقرا 10 امبير ناقص 5 ملي، هتحسبها هيطلع الار ده اللي هي ار 1 دي اللي هي ار اس تعتبر ار 1، هتطلع من هنا بالظبط احسبها كده هتطلع 1 من 100 اوم. ادي اول خطوه، هيجي واحد يسالني بس الاخر هنقول الناس اللي هيسالوا لان انا حاططها في الوسام من 25 سنه او 30 سنه اكيد سالوني فيه ناس كتيره فيها. طيب لو انا خدت الطرف ده هيبقى ار 1 وار 2 مجزئ، هيبقى المجزئ ده اللي هو ار اس بقى الجديده هتبقى ايه، ار 1 زائد ار 2 الاثنين مع بعض مجزئ، هيقرا 1 امبير، اي جي ار جي لو ضربتهم في بعض دول 100 يعني 1 من 10 على اي 1 ناقص كام، 5 في 10 أس ناقص 3، هيطلع الجواب لو عملتهم الاثنين هيطلع 1 من 10 اوم. ده مين ده، ار 1 وار 2؟ لا انا عاوز ار 2، هو عاوز كده، يبقى ار 2 يا عمي
واحد من عشرة ناقص R1 اللي هي واحد من إيه؟ من مية. هيطلع بالضبط تسعة من مية أوم. ده مين؟ ده R2 ده هي لوحدها. تمام؟ طب لو خدتهم التلاتة كأنهم مجزئ هيقرأ واحد من عشرة. يبقى تاني مرة نكمل أهو علشان تبقى قدامك. يبقى R1 زائد R2 زائد R3، التلاتة دول مجزئ RS. اي جي ار جي بواحد من عشرة هيقرا واحد من عشرة برضو ناقص خمسة في عشرة أس ناقص تلاتة. هيطلع النتيجة لو عملتهم بالتلاتة دول هيطلع بالظبط واحد وخمسة من مية من ريحة مضربية يعني. اعيد ورايا. يبقى ار تلاتة هيساوي واحد وخمسة من مية ناقص مجموع الاتنين اللي هي كام؟ واحد من عشرة. هيطلع كام؟ 95 من 100 أوم. ده R إيه؟ 3. هو عاوز R 3 على R 1. بسيطة. R 3 أهي على R 1. R 3 يا عم 95 أهي على R كام؟ على R 1 واحد من 100. R 1 إحنا طلعناها واحد من 100 أهي. شيل الصفرين مع صفرين تطلع 95 نسبة. يبقى الإجابة هي دي. ده الحل بتاعها ردا على حاجات سألوني ناس كتيرة فيها من زمان. فبقول له يا عم لما تاخد دي أهي ما هو دول هينجمعوا مع دي. وهي يعني طب جربها كده. دول حوالي واحد أم يا عم. لو أنا اعتبرتهم ده هم واحد أم حتى هم تقصد قيمة صغيرة اعتبرهم يا عم واحد أم. وبدل 21 حطه اهو حلها انت تاني بقى وحط له 21 الار بتاع الجلفانوميتر دول معاه واحسبها تطلع واحد من 100 بالظبط برضه حاجه واحد من 10000 حاجه تهمه هتطلع كده برضه جربها وانت عندك الاله واحسب. يعني انا الحاجات دي سئلت فيها كتير ورديت عليها كتير ثم ان دي مساله كان اللي حطها من سروين وانا كنت حاططها بالصدفه من الوسام من سنه 92 95 حاجه زي كده يعني. آدي مسألة. السؤال ثلاثة في جزء من الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل كانت قراءة الفولتميتر ده صفر هنا التيار 6 أمبير ودي آر ودي 4 آر ودي 2 آر عاوز قراءة الأميتر فإن قراءة الأميتر تساوي هذا سؤال. الإجابة أنا بستنى شوية عشان اللي عاوز يصورها وعاوز يقفل الفيديو حل هو يجرب. الإجابة هتبقى 7.5. الحل هنا كأن قانون كرشوف دايرة مغلقة. التيار اللي ماشي هنا 6 أمبير والجهد هنا صفر يبقى هنا الجهد هنا وهنا يبقى الاتنين ده هم مش هيبقوا في اتجاه واحد. لو في اتجاه واحد يبقى إذن الفولتميتر هيقرأ يبقى لازم عكسه. يبقى الصفر حسب قانون كرشوف في الدائرة دي الصفر هيساوي اي ار واي ار 6 اهو في ار اي في ار ده عكسه سالب. طب واحد يقول انا هنفرضه موجة افرض هتطلع برضو كده سالب اي انا مش عارفه في 4 ار ده يساوي صفر. شيل ودي واحد هنا يبقى 6 ار يساوي 4 R في I. شيل ال R مع ال R يبقى ال I ده هو هيكون كام؟ I هيساوي 6 على 4 واحد ونص أمبير. استنى بقى دي عروة ده واحد ونص وده 6 يمشوا هنا كلهم هيروحوا فيه يمشوا هنا يبقى قراءة الأميتر 7.5 وتنحل بطريقة واثنين وثلاثة بكذا طريقة تانية. يعني لو اعتبرت ده ماشي كده هتعترها زي ما هي برضه هتطلع كده. سؤال في الفصل الثالث على المحول. في المحول الموضح بالشكل يكون فرق جهد بين النقطة K والنقطة L كام؟ هو اختار إجابة يعني حط نقط كده. علما بأن عدد اللفات مكتوب بجوار كل ملف يعني ده هو المصدر ده علامة كده مش باينة هي علامة مصدر متردد 220 فولت عدد لفات الابتدائي 2200 عدد لفات الثانوي اللي فوق ده هو 1000 عدد لفات الثانوي اللي تحت
800. واحنا عارفين ان هو ايه المحاول ممكن يكون ليه ملفين سنويين. اختار الاجابه اللي تعجبك. انا بستنى شويه اهو هنحل. الحل الاجابه هتبقى 20. الحل ليه؟ خدنا زمان لما يكون ملف بنلفه كده ونيجي نعكس اللفات يبقى الطرفين الخارجين شماليين او جنوبيين، كنا خدنا كتير مسائل زي كده. يبقى اللفات ماشيه مش على نمط واحد، طالما على نمط واحد يبقى واحد شمالي وواحد جنوبي. وشفنا مسائل كتيره ما كنا بنحل في الكتب، وكنا بنحل زمان في كتب الوسام والكتب الخارجيه كلها، لو التاير جاي كده ولفته كده من الناحيه دي اهو، يعني جه اللفات طالع لفوق اهو يبقى ده شمال اهو، رجع من عكسنا اللفات في النص يبقى ده اهو ايه شمال، يبقى الطرفين دول شماليين، يعني المجال جوه عكس بعض. فاحنا دي معلومه عارفينها. تعال نحسب. هنحسب الاول القوه الدافعه المتولده في الملف الاولاني في بي 220 على في اس اهو مش عارفها كام، في اس 1 هنسميه في اس 1 هيساوي في بي على في اس. ان بي ان بي كام؟ 2200 على 1000 اهو، شيل صفرين مع الصفرين، ال 22 مع دي يبقى 10، يبقى في اس ده 100، يبقى في اس 1 100 فولت. بنفس الطريقه هنحسب هنا، هيبقى برضه 220 على في اس 2 هتساوي كام يا سيدي؟ 2200 اهو على 800، شيل صفرين مع صفرين، اتنين دي كانت 220، شيل دي مع دي فال 10 يطلع 800، يطلع 80. بس هنا بقى الحركة، الملف ده جاي من تحت وهنا عكسه اهو، يعني ده طالع من هنا من جاي اهو من فوق، وهنا من عكسه من تحت، يعني عكس اللفات، ده جاي من تحت اهو هنا من تحت، وهنا جاي من ايه بالعكس. يعني لو انا عملت اللفات هنا وعملت ايدك هتلاقي الفيض اللي هنا عكس الفيض اللي هنا. يبقى معناها ايه لو رسمتها مظبوط؟ معناها طالما عمل الحركه دي يبقى قلب اللف زي انا ما وريتك هنا اهو، قلب اللف. يبقى اذا هيتولد قوه دفع هنا وقوه دفع هنا، بس هيكونوا عكس بعض. يبقى دي 100 ودي 80، يبقى الاجابه 20، لان اللفات اتعكست اهو، الحركه دي عكس اللفات. انا اعتبرت التيار ده هو جاي كده مثلا، كده اهو مثلا، هيبقى اهو ايدي دي الشمالي هنا، ده العكس الشمالي فوق، يبقى هنا شمالي وهنا شمالي، يعني عكس بعض اهي حتى لو عملت ايدك يعني. ده سؤال. سؤال 5، سلك منتظم ذو مقاومه 20 اوم، يعني السلك ده هو مقاومته 20 اوم، مقاومه 1 اوم لكل متر، يعني المتر مقاومته 1 اوم. متن على شكل دائره كما هو موضح بالشكل. فاذا كانت المقاومه بين ان اهي وام 1.8 من عشرة، فسيكون طول الجزء القصير ده كام؟ انا عاوز الطول ده القصير ده طوله كام؟ لاحظ هو كله مقاومته 20 والمتر مقاومته 1، يبقى هو كله طوله كام؟ 20 متر. دي مسألة بسيطة بس فيها حتة صغيرة، فكر كده. الحل هيطلع الطول الجزء القصير ده طوله 2 متر. الحل ازاي 2 متر؟ بالراحة كده نحل. ده كل الحلقة دي كلها مقاومتها 20 اوم. لو فرضت ده ار هيبقى ده 20 ناقص ار، ده الباقي. والتيار يجي هنا، ادي فرع وادي فرع. المقاومة دول كانوا فرعين على التوازي، يبقى المقاومة الكلية ار بيساوي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. طبعا انتوا عارفين 1.8 من عشر حاصل ضربهم ار في 20 ناقص ار على حاصل جمعهم ار زائد 20 ناقص ار، هيطلع ايه؟ 20. الار راحت مع الناقص مع الزائد. فلو انت فكيت دول مع بعض هيطلع دول نضرب طرفيهم 36 هتساوي 20 ار ناقص ار تربيع. اعملها معادله من الدرجه الثانيه، ار تربيع
ناقص 20 آر زائد، لأن هرجعوا عند دي، زائد 36 يساوي صفر. 36 هيساوي صفر. دي تحلها بالآلة ببساطة خالص، آر هتطلع يا إما 2 يا إما 12 18، والحل صح. اتنين لو هي الجزء القصير، الكبير هو التمنتاشر، يبقى إجابة الجزء الطول ده اتنين أوم، اتنين أوم والمتر مقاومته أوم، يبقى ده اتنين متر. بس بسيطة يعني. الرسم البياني المقابل يوضح العلاقة بين اي ام اف على المحور الرأسي، اهو على اي ام اف المغلف الدينامو اكس على المحور، العلاقة بين اي ام اف المتولدة في الدينامو. في الدينامو الاولاني اسمه الدينامو اكس، او يعني العلاقة بين الرسم البياني يوضح علاقة بين اي ام اف المتولدة في المنحنى اكس، اهو اكس دي اهو اللي فوق دي. ما هو التعديل الذي يجب القيام به للحصول على المنحنى برضو بتاع الدينامو واي؟ لما كان الدينامو كان الاول منحنى اكس ده عامل ايه، دورتين في الزمن ده، ماشي يا عم، دورتين في الزمن ده. المنحنى واي عمل دوره واحده في نفس الزمن. ايه التغير اللي نعمله؟ هو بقول لك ايه، ما هو التعديل الذي بيعمله عشان يديني المنحنى واي؟ نفكر بالراحه، شوف الاجابه، اختار اجابه من دول: ألف ب ج د. أولا إحنا عارفين إي إم إف في الدينامو قيمة العظمى ب أي إن أوميجا 2 باي إف، إف التردد بالراحة. الأولاني كان القوة الدفعة 30 العظمى أهي، التاني قلت للنص بقت 15. عشان يقل للنص يا ترى نقلل مساحة الملف للنص؟ لو قلل مساحة الملف للنص هتقل القوة الدفعة للنص، البي تقل للنص، يقل للنص، ان تقل للنص. بس في حاجة، بس هنا بقى التردد حصل له ايه؟ قلل للنص. ليه؟ لان كان دول موجتين ذبذبتين بقوا موجة واحدة، يعني التردد قلل للنص، يعني الزمن الدوري زاد للضعف. خلينا في الاف، يبقى انا هختار ايه؟ اي واحده من دول، تقليل المساحه، تقليل عدد اللفات، استبدال حلقتين طبعا ده لا، يبقى حاجه، يبقى لازم تقليل سرعه الدوران اللي هي التردد اف. لو قلت للنص القوه الدفعه تقل للنص والتردد يقل للنص، يبقى الاجابه الصحيحه اللي هي تقل سرعه الدوران، سرعه الدوران اللي هي ايه؟ التردد، عدد الدورات، لأن الدينامو فيه ثلاث كلمة سرعة: سرعة الزاوية وسرعة الدوران والسرعة الخطية. سرعة الدوران اللي هي التردد. آدي سؤال، ناخد واحد كمان. في الدائرة الموضحة بالشكل تكون قراءة الفولتميتر، اختار إجابة. قراءة الفولتميتر ده اختار إجابة من الأربعة دول. لاحظ دي بطارية 30 فولت مقاومتها صفر، وهنا الفولتميتر متصل بين النقطة دي والنقطة دي، ودي 10 أوم، ودي 1 و2 و5 و2 أوم. هنا التيار جاي كده أهو، انقسم أي 1 وأي 2، مش عاوز أغير في الشكل يعني. اختار إجابة بالراحة كده بهدوء. نشوف الأول الفولتميتر مثالي، وطالما ما ذكرش إن الفولتميتر مقاومته كذا يبقى مثالي مقاومته كبيرة جدا لا نهائية يعني كبيرة، فبنعتبر الحتة دي مش هيمشي فيها كهرباء. يبقى التيار هيجي كده، أدي فرع وأدي فرع، بس البطارية مقاومتها الداخلية صفر، ريحنا. يبقى الفرع ده هيمشي 30 على 10 فيها الايه؟ التلاتة، يبقى فرق جهد اهو 30 فولت، يعني فرق جهد بين النقطة دي والنقطة دي 30 فولت. والفرع التاني اهو 30 فولت. ال 30 فولت ودول مقاومة كام؟ 1 و2 3 و5 8 و2 10.
30 على 10 فات 3 اهو. يبقى اذا التيار اي 1 3 اهو كويس. من اول هنا لهنا التيار 3، نجيب فرق جهد من النقطه دي للنقطه دي، 3 في 3 التيار احنا قلنا 30 على 10 فات 3، ال 3 في 3 دول ب 9، يبقى فرق جهد من اول هنا لهنا 9، ومن اول هنا لهنا كام؟ 30 اهو، زي ما قلنا ما هو ديت هي لوحدها فرع لوحده، كانه فرعين مختلفين. طالما فرق الجهد هنا 30 والفرق ده اهو 9، يبقى من النقطه دي الفرق بينهم كام؟ ما هي النقطه دي مشتركه، يبقى الفرق بينهم 21، يبقى ناخد الاجابه 21. سؤال رقم 8 يعني، بس هو بترتيب لانه عملوه تقريبا على مرتين، قال لي كده يعني مش عارف، هو مرتين تقريبا. في الدائره الموضحه بالشكل فان مقدار المقاومه ار 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 دي ار ودي 2 ار 2 ار 2 ار 2 ار كلهم 2 ار التي تجعل قراءه الفولتميتر، فين الفولتميتر اهو، منعدمه، علما بان ار الداخليه الاولى دي بطاريتين، بطاريه قوتها الدفع اي مقاومتها ار 1 الداخليه يعني، ودي 2 اي قوتها الدفع 2 اي ومقاومتها ار 2، فانا عاوز قيمه ار اللي تخلي الفولتميتر ده يقرا صفر. اختار اجابه ار تساوي كام بدلاله ار سمول اللي هي المقاومه الداخليه يعني، فكر وبعدين حل. الاجابه هتكون ب. الحل ببساطه خالص، دي دايره كهربيه بسيطه، 2 ار و2 ار يبقوا كانهم ار، وار يبقى 2 ار، يبقى الفرع ده 2 ار والفرع ده هو 2 ار. نجيب اي الكلي، انا بكتبها بالراحه، اي اللي في الدايره كلها اهو، هيبقى كام؟ دول 2 ار، ما هو 2 ار و2 ار ار، وار يبقى 2 ار، و2 ار يبقى 1 ار. وهنا ار وار سمول، يبقى اي بيساوي القوه الدافعه، بص للبطاريتين مع بعض ولا ضد بعض؟ الموجب في الاتجاه ده والموجب في الاتجاه ده، ماشي. يبقى 3 اي، بنجمع البطاريتين على التوالي واتجاههم واحد، 3 اي على كام يا عمي؟ دول كلهم ار زائد ار 1 زائد ار 2. هو بيقول لي ار 1 اكبر من ار 2، تفرق. ادي اول خطوه بنعملها بسيطه خالص. قراءه الفولتميتر بين طرفي بطاريه لها مقاومه، احنا عارفين له قانون، في فرق جهد بين طرفي بطاريه بيساوي في بي ناقص اي في الار بتاعتي اللي هي ار 1 يعني، تمام. هو قال لي قراءه الفولتميتر تبقى صفر، يا عم صفر اهو، في بي هي كانت اي ناقص اي اهو، 3 ا 3 اي على ار زائد ار 1 زائد ار 2 في ار 1، خلي ار 1 فوق بيساوي صفر. اذا هنقول له على طول، خليها قدامنا كده واحنا بنعمل اي هتساوي الطقم ده، ما هو ده تيجي هنا 3 اي ار 1 على ار زائد ار 1 زائد ار 2، اظن ما فيش صعوبه ولا حاجه، شيل دي مع دي يبقى 3 ار 1 يساوي ده، لان البسط يساوي الطرفين فاصلتين، يعني نقدر نقول لك ار زائد ار 1 زائد ار 2 يساوي 3 ار اهو، يساوي 3 ار سمول 1، انا عاوز دي ودي دول هناك، يبقى ار كابيتال هتساوي ار 1 لما تيجي هنا بالسالب هيتبقى 2 ار 1، وار 2 هتيجي هنا بالسالب ناقص ار 2، يبقى ار هتساوي 2 ار 1 ناقص ار 2. صعبه ولا حاجه؟ بسيطه. قال كمان في الشكل ثلاث اسلاك يمر بها نفس التيار اي اي ونفس الدايركشن نفس الاتجاه يعني، توضع في مجال مغناطيسي منتظم ماشي، والخطوط الفيد ماشيه كده كما بالشكل، طالما قال بالشكل يبقى حساباتك من الشكل. فإن ترتيب القوة المؤثرة على وحدة الأطوال من كل سلك، ده مايل بزاوية 30، دي الزاوية دي 30 مايل أو كده، ده مايل بسيط 60، ده عمودي.
اختار إجابة مين اللي القوة عليه أكبر. إحنا خدنا زمان وكذا مرة نقول لما يكون السلك في مجال FBIL ساين سيتا الزاوية العمودية، فالأسلاك دي لو حسبت الطول ده هتلاقي القوة، لأن ده هو الساين سيتا هتاخد الضلع ده الرأسي وده الرأسي. شوف اختار إجابة بقى، هما التلاتة الإجابة بقى هتكون إيه؟ مين الأكبر؟ إف الإجابة، فكر وقول. لو أنا حسبت القوة على كل ضلع هي الإجابة هتطلع به. نشوف ليه. الضلع ده لو حسبت القوة عليه هتاخد الارتفاع العمودي ده زي ده زي ده، يبقى القوة على ده تساوي القوة على ده تساوي القوة على ده. بس هو قال كلمة فيها دقة، ودي احنا بنعرف الطلبة المتفوق يكون دقيق. هو ما قالش القوة على الأسلاك، القوة على الأسلاك متساوي، ولكن القوة المؤثرة على وحدة الأطوال من كل سلك، وحدة الطول. القوة دي لها قيمة، بس بالنسبة لوحدة الأطوال من سلك، السلك ده قصير أقصرهم في الطول، يبقى القوة عليه أكبر. ثم دي لأن القوة لوحدة الأطوال، الطول هنا لما نقسم القوة على الطول، الطول ده صغير يبقى القوة عليه أكبر لوحدة الأطوال 1 متر. طب ده اللي بعده إكس إيه؟ السلك إكس وحدة الأطوال يبقى واي أكبر، القوة على وحدة الأطوال هنا أكبر من دي، أكبر من ده أقلهم، لأن طوله أطول يبقى هتوزع القوة على الطول كله، هتبقى نصيب الواحد صغير. بالبلد يا أبو حلة بالروحة. سؤال كمان 10، في الشكل ده يعني أنا لي رأي فيه، يعني في الشكل إيه ده هو يوضع مربع طول ضلع 20 سنتي. ماشي 20 سنتي، ناخد قلم، وضع عمودي على مجال مغناطيسي كثافة فيضه 2 تسلا مثلا كده، فإذا تم إعادة تشكيله ليصبح ملف دائري كما بالشكل بي، ووضع عمودي على نفس المجال فإن الفيض المغناطيسي فإم نفس المجال فيض فإم، فإن قيمة الفيض المغناطيسي المخترق في الحالة بي تكون كام؟ عاوزها بالرقم. اولا الفيض فاي بيساوي بي لان عمودي في ايه، سيبك من دي. طب انا هنجيب الايه هنا ازاي؟ بسيطه خالص، احنا عندنا المحيط بتاع السلك هو السلك ده، محيط السلك ده 20 في 4 لان مربع، يطلع 80 سنتي، خليها بالسنتي، يساوي المحيط ده 2 باي ار. إذن R بالسنتي هتساوي إيه؟ ده على 2 يعني 4 من 10، هخليها 4 من 10 على باي سن. ده الإيه؟ الR بتاعة الدايرة دي تمام، لأن أنا خليتها دي 80 سنتي، خليتها 8 من 10 على 2 عشان دي باي R، يبقى R هتساوي 4 من 10 على إيه؟ على باي. تمام، انا عاوز الفاي، فاي ام بي 2 تسلا في المساحه باي ار تربيع، باي اهي ار تربيع 4 من 10 على باي الكل تربيع، هتبقى لو انت عملتها هتبقى الباي هنا راحت مع دي تربيع، هتطلع 1 من 10. طيب ده هو عاوز الفيض، يبقى يصبح الفيض المخترق 1 من 10 ويبر. تمام، واحنا طبعا لو حسبنا مساحة الدايرة دي هتلاقيها 4 من 10 على 1 هتلاقيها 5 من 100، يعني ده هو مساحته 20 في 20، هيطلع المساحة بتاعته تقريبا 4 من 100،
وده 5%. لو حسبت الاريا هنا خلاص يخلص ده 4%، ودي هتطلع 5%. مساحة الدائرة طبعا تبقى أكبر. هو عاوز الإجابة تبقى كام؟ الإجابة 1/10 اللي هي الإجابة ألف. هذا السؤال ما يجيش لأوائل الطلبة، معلش يعني رأي، يعني رأي شخصي يعني. المفروض كان قال إيه؟ كان قال احسب القوة الدفع المتولدة عند إيه؟ تغيره من كذا لكذا. القوة الدفع اللي تتولد في الملف ده هو لما في السلك أول ما نخليه بدل ما هو مربع خليته إيه؟ دايرة. يبقى لازم كان المفروض الحتة دي تزودها، يبقى إيه إم إف بتساوي إن بواحد، دلتا فاي، دلتا فاي بي في إيه؟ البي ثابتة 2، الاي مساحة الفرق في المساحة 1%، على الزمن اللي يدهولي مثلا نقول الزمن كذا. يعني كان المفروض جاب دلتا فاي وبعدين جاب منها اي ام اف، كان المفروض يعني، بس هي كده بسطها له عشان برضو الطلبة يحلوا. في الشكل ده رقم 11، في الشكل كثافة الفيض في مركز الحلقة التي نصف قطرها 1/10 كم تسلا؟ اهو دي مسألة ربطت كرشوف بالفصل الثاني اللي هو كثافة الفيض لملف دائري حلقة. طريقة الحل اختر إجابة من دول، كثافة الفيض في المركز تبقى دي او دي او دي او دي. الحل هنختار دي 25 مايكرو تسلا لأنه كاتب بالتسلا، والراحة التيار ده 13 خرج 8، إزاي بقى يخرج 8 بس؟ كأن دي كلها نقطة واحدة، الداخل قد الخارج، 13 دي 8 يبقى أكيد ده 5 أمبير، ما هو لازم الداخل يساوي الخارج، ما هو السهم أهو 8 و5 13، يبقى إذن ده 5 وده 6. اه خد بالك من هنا، دي التيار جاي كده، هنا 6 وهنا 5، يبقى ده اكيد 11 امبير. حلو، يبقى ده 11 امبير ودول 13، يبقى كان ماشي هنا كده اهو في الاتجاه ده 2 امبير عشان يبقوا كده مظبوط. اه صح، هنا 2 و6 يبقوا 8، يبقى كده احنا عملنا التيارات حسب قانون كيرشوف. الاول التيارات الداخل تساوي الخارج، خدنا العروه دي وخدنا العروة دي وعرفنا التيارات. ماشي يا عم، عاوز كثافة الفيض هنا بالراحة، دي 120 ودي 120، يبقى دي أكيد 120، يعني ده هو تلت لفة وده هو تلت لفة وده هو تلت لفة، لأن ال 120 تلت 360 عدد اللفات يعني. وقانون كثافة الفيض لملف دائري بي بيساوي ميو اي ان على 2 ار، ار نص القطر بالراحة. ده ماشي كده، ايه ده؟ حسب قاعدة اليد اليمنى يبقى المجال ده هو الفوق بتاع ال 11 ده، والمجال ده هو الفوق برضه بس ده عكسه لتحت، يبقى بي التوتال هساوي بي 1 ده هو هنسميه بي 1 زائد ده هو معايا بي 2 ناقص ده هو بثلاثة بس بالراحة. يبقى هنقول له والله بي 1 ميو اي 11 ان واحد تلت قصدي 1/3 يعني على 2 ار، 1/10 في 2 ب 2/10 زائد ميو برضو اي 6 في 6 في تلت، ما هو تلت برضو على 2/10 ناقص ب برضو ميو في كام؟ في 2 في تلت برضو على 2/10. خد الميو مشترك واجمع الباقي هتلاقي 25 ميو، هيطلع دول 25 ميو. ادي حلها ببساطة خالص. سؤال تاني كان معمول للطالب يجاوبه وشافه تقريبا،
فبيقول لك في الشكل الموضح بالأسفل ده المجال المغناطيسي الناتج من وضع السلك، نشيل دي عشان نتوسعها، الناتج من وضع السلك W، فين W اهو سلك W بين قطبي مغناطيس، ادي مغناطيس وادي القطبين بتوعه، فما الشكل الصحيح في دول اللي يعبر عن اتجاه التيار في السلك ده هو ونوع القطبين الاثنين دول اذا كانت المحصله كده. ودي تفسير حركه السلك في مجال مغناطيسي. يا ترى نعرف مين الشمالي ومين الجنوبي وتيار السلك لفين؟ ادي اختار اجابه من دول، شوف كده بالراحه واختار الاجابه. اولا احنا لما نيجي نحل خطوط الفيض الاغلبيه ماشيه كده، ده المجال المؤثر، يبقى خطوط الفيض ماشيه كده، الخطوط زحمه هنا يبقى مجال السلك في الناحيه دي معاهم. يعني معناها وهنا اهو، ما هو دايما السلك يبقى ليه مجال في الحته دي عكس المجال ده، ما هو طبيعي لان السلك دوران ولكن ده اتجاه واحد. طالما الخطوط ماشيه كده يبقى المجال كله ماشي كده، ماشي كده يبقى ده ان عرفنا ده ان فين ان اهو الاثنين دول ينفعوا، ده ان اللي هيحسم القضيه ان المجال هنا مع مجال السلك هنا معاه. فانا لو عملت ايدي كده هلاقيه كده العكس، لا ده هو جاي هنا فوق معاه وتحت ضده، يبقى هنا المجال قليل، يبقى اذا السلك ده هو اهو يبقى كده لتحت، يبقى مجاله لتحت، يبقى الاجابه سي. ليه؟ لان السلك هو لتحت، التيار بتاعه لتحت، يبقى المجال بتاعه حواليه ماشي حسب قاعده اليد اليوم. لذلك احنا بنقول لما يكون سلك موجود في مجال مغناطيسي، وقلت لك انا عاوز اتجاه الحركه، بتطبق الحركة هتبقى كده من المجال القوي للضعيف، لأن المجال القوي زق السلك جهة المجال الضعيف. طب أنا بنطبق القاعدة عشان نعرف اتجاه السلك بكذا طريقة مش طريقة واحدة. ممكن نقول لك طبق قاعدة فيرمينج لليد الحركة اليسرى، السلك مجاله المجال المؤثر أهو وتيار السلك لتحت، لأن كده يبقى القوة كده، دي طريقة. الطريقة التانية نقول له والله الجانب ده المجال أكبر من ده، يتحرك من الجانب القوي للضعيف، يبقى أنت طالما عرفت التفسير لو اتلخبطت في إيدك دي أو مش عاوزين نعمل إيدك دي خالص تقدر تحسبها بهذه الطريقة، إن المجال قوي في ناحية يتحرك جهة المجال الضعيف، يبقى الإجابة سي. الشكل في هذه المتاهة، مقاومات كتير عاملة متاهة، كل مقاومة 4 أوم، كل مقاومة دول 4 أوم والبطارية 4 فولت، فإن التيار المر في المقاومة R، فين R هنا؟ أهي، يساوي كام؟ اختار إجابة أ ب ج د. نفكر فيها شوي. طبعا ديت أصلا أنا يعني كانت بالصدفة، كنا في لقاء المدرسين، لما كنا في لقاء المدرسين كنت عرضتها لأن كنت لاقيها في مرجع، أهو المرجع حتى معايا هوريه لكم يعني، فحطيتها كنوع من إسراء المادة العلمية للمدرسين اللي حط الإمتحان عجبته. أهو المرجع ده أهو علي دي، فحاطط المسألة أهو دي متاهة، بس هو كتب فيها هنا أهو رزة منصر مازي مازل اللي هي إيه متاهة، ترجمتها متاهة، وعاوز التيار اللي ماشي في المقاومة R، أنا ناقلها من هنا وحطيتها، هو جابها من نفس المرجع مش جابها مني. فأنا عشان أحل المسألة دي أحل إزاي؟ هو كاتب هنا حتى في الكتاب قال لك تنحل في ثواني معدودة، يعني هي قال لك لو عرفت الفكرة أهو كاتب كده، اللي خلاني حلتها لما لقيت الكلمة دي أهو will be the few second of method calculated، لو عرفت الطريقة تحلها في few second يعني ثواني معدودة يعني. وفي مسألة دي تانية متاهات في مكثفات موجودة في الوسام مراجعة نهائية برضو، كل الحاجات اللي هنا
طالما الناس بتجيب من الكتاب دي نحط كل اسئلته. تمام. طريقة الحل، انا لو اي مسار مغلق حسب قانون كرشوف نحل ازاي؟ انا مش ممكن اخد التيارات والمقاومات تبقى متاهة فعلا، ولكن الاجابة هتبقى 2 امبير. ليه يا عم؟ اولا هو قال في المسألة اللي خلاني حطيتها وعرضتها للاساتذة في الاجتماع بتاعنا في لقاء المدرسين الفيزياء، عجبتني كلمة ايه؟ تنحل في ثواني. يعني انت يعني مسألة ذات الحل في ثواني، تستهوي الواحد ان هو ايه تحفزه ان هو يحلها يعني. فاحنا لو جينا اي مسار مغلق فيه المقاومة دي ممكن ناخد المسار ده، بس في مقاومات تانية كل واحدة لها تيار غير التانية مش هنعرف نعملها. فالحل اللي هو زي ما قال بياخد ثواني فعلا بياخد ثانية واحدة، وحلها لا يزيد عن حتة ربع سطر. ازاي؟ انا عاوز ديت في مسار، ندور كده مسار ما يكونش فيه الا المقاومة دي بس. فانا لو مشيت كده، تعالوا نمشي مع بعضنا كده، انا هنعمل عليها بالقلم ده كده اهو. لو مشينا كده انا ماشي اهو كده، انا ماشي كده اهو، ما فيش حاجة قابلتني اللي هي بس المقاومة دي اهو، وماشي كده اهو. هنطلع هنا، يبقى قابلتنا اول بطارية كام فولت؟ 4. خليك معاي 4، وانا ماشي كده نحود كده مفيش بطارية. هنا قابلتني بطارية كمان 4 معاني، يبقى 8 فولت. امشي كده، ابعد عن المقاومات، امشي ايه يمين، انزل تحت، اطلع شمال يمين شمال قصدي، وبعدين اطلع في البطارية دي ده كده، يبقوا كام؟ ادي بطارية 2 3، يبقوا 3 × 4 = 12. امشي معايا، ابعد عن المقاومات، ابعد عن المقاومات، ماشي كده اهو. هنلاقي المسار ده اهو بطارية بس عكسهم، 12 شيل منها 4 بقى هيبقوا 8. يبقى انا همشي في المسار اللي انا عامله لك مظلل الجميل ده كده اهو، اهو كده 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 اهو اهو اهو، زي هو ما قال. انا بختار مسار، نعوض بقى ونحل. يبقى الحل هيساوي ايه؟ في قانون كرشوف البطاريات دول ادي 1 2 3 + 1، يبقى كانهم 2 × 4 = 8، يبقى التيار اي بيساوي 8 والمقاومة 4، يطلع التيار كام؟ 2 أمبير. يبقى الإجابة دي والحل بتاعها زي أنت ما أنت شايف كده أهو، الحل بتاعها اللي هو كده. يبقى أنا لو شلت فرخت الدايرة دي كلها واخد المسارات ده بس أهو كده، ويطلع كده وينزل كده أهو أهو، بس ده المسار ده اللي أنا عايزه، اللي أنا عامله دي بس مسار مغلق في مجموع سميشن في بي يساوي اي في ار، سميشن اي ار هي ار واحده عاميه في اي بتاعتي بس، ادي حلها 2 امبير. انتهت الاسئله الاختيار من متعدد. ابنائنا الطلبه، انا حليت الاسئله اللي وردت اللي جات لي من اوائل الطلبه، امتحان اوائل الطلبه 2023 اللي وضعته الوزارة، حليت الأسئلة اللي وردتني. فاضل النوع الثاني أسئلة مقالية، يعني تمسك القلم وتحل المسائل، هنخليهم لبكرة إن شاء الله أو يوم تاني أحل لك الأسئلة المقالية التانية يعني. واستودعكم الله وربنا يوفقكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.